السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المشهد السوداني، والتي تأتيكم بعنوان الإعلان الوطني ومبادرة الجبهة الثورية. ونناقش فيها تحليل جانب من مؤتمر الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي، والذي وقع اليوم بقاعة الصداقة من قبل قوى سياسية مدنية وشبابية ومجتمعية وأهلية وطرق صوفية. أيضا نسلط الضوء على آخر مستجدات مبادرة الجبهة الثورية وآليات سحبها للسلطة من العسكريين وتسليمها للمدنيين. نناقش أيضا شروط استئناف إعادة الدعم الأمريكي للسودان، فأهلا بكم. ولمناقشة ذلك يسعدنا أن ينضم إلينا داخل الأستوديو الدكتور حسن سلمان، الباحث في الشأن السياسي في الشأن الإفريقي والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا، مرحب بك وبالمشاهدين، وإن كانت متأخرا نقول كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة. وأنتم بألف خير. دكتور، اليوم تم التوقيع على الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي بقاعة الصداقة. دعنا نشاهد ما الذي قاله أحد الموقعين على هذا الإعلان، وهو السيد مصطفى المنا رئيس حزب التجديد الديمقراطي. دعنا نشاهد ما الذي قال. إضافة إلى عدد من الكيانات، وهذه كلها بإضافة إلى الشخصيات القومية، وأيضا هنالك عدد من الفنانين بمختلف مسمياتهم في مجال الإبداع الوطني، كلهم همهم الوطن ومستقبل السودان. معلوم للجميع أن السودان يعني بلد غني وبه كثير من الخيرات التي حبانا بها الله، فقط يتطلب الأمر وحدة الصف. نعلم تماما أن السودان عضو مهم في المجتمع الدولي وموقع على الكثير من الاتفاقيات الدولية. نحن في السودان نعلم تماما ما هي واجبات هذا الوطن تجاه المجتمع الدولي، ولكن أيضا على المجتمع الدولي أن يعلم أن هنالك حدود للسيادة الوطنية يجب، أو خط أحمر يجب أن لا يتم تجاوزه. لذلك نحن نتعاون مع البعثة الدولية في حدود اختصاصاتها ومهامها، لا يتعارض ذلك مع يعني توجهات هذا الإعلان السياسي، ولكن نقول أن التدخل في الشأن الداخلي خط أحمر وممنوع تماما. وأيضا حتى يستعيد السودان، يستعيد ديمقراطيته، وحتى ينهض ويواكب التطور العالمي ويصبح عضوا فاعلا في المجتمع الدولي، على أبنائه سواء كان في اليسار أو اليمين ألا يجلسوا منفردين. هذه المسألة يعني غير يعني مرضي عنها وغير مقبولة تماما، لأنك إذا يعني إذا المجتمع الدولي جلس مع اليسار دون الوسط ودون اليمين، هذه مسألة غير مقبولة. نعم، السيد المنا تحدث أنه يعني لا يجب على القوى الوطنية إن كانت في اليمين أو اليسار أن تجلس منفردة مع المجتمع الدولي من أجل مناقشة أمور السودان. هل تتفق مع هذه الرؤية أم لابد أن تكون هذه الجلسات ثنائية حتى تمهد مثلا للقاء جامع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أول قبل أن ندخل في جزئية، خلينا نقيف بشكل عام مع هذه المبادرات التي لا تنتهي. يعني صراحة في كل مرة الآن نسمع بأن هنالك مبادرة، تارة مبادرات تيار إسلامي، تارة مبادرات جبهة ثورية، تارة مبادرات التيار الوسط العام من صوفية وغيره من حقيقة حتى هذه اللحظة هي جيدة أن يكون هنالك مجتمع متحرك، مجتمع يسعى لإيجاد المخارج والحلول، مجتمع يعني غير جامد، وكما يقال حركة ولود والسكون عاقر. لكن هذه التحركات لابد لها من ناظم يجمعها، لابد تحتاج إلى ناظم يجمع كل هذه المبادرات ويوجهها نحو مسار واضح. يبدو لي حتى هذه اللحظة بما أن المؤسسة التي تحكم حاليا السودان هي المؤسسة العسكرية والأمنية ومجلس السيادة الذي نتج ما بعد يعني تحركات قرارات 25، حتى هذه اللحظة واضح جدا أن من هو على رأس السلطة لم يعد يبدو لي قادر على جمع ولملمة كل هذا الطيف وكل هذا الحراك. يعني يكفي جدا أنه والله 3-4 مبادرات أنه تعطيك موجه وتعطيك رؤية، لأنه لا أتصور بأن هذه المبادرات بعيدة عن الأعين، وبعيدة كذلك ربما حتى عن التوجيه إن لم يكن تحت الإشراف العسكري بشكل أو آخر. فلا يعقل أنه والله كل مرة تخرج مجموعة وتؤكد على أهمية القوات المسلحة وتؤكد على دور الجيش، ولكن في نفس الوقت لا نجد هنالك أي صدى حقيقة لهذه المبادرات من الناحية العملية.
قد لا يكون هنالك إشكال في تقديري في ما ذكره الآن مصطفى المنا حول أهمية الوفاق الوطني، بغض النظر عن مصطلحات. يعني أنا حقيقة قضية اليمين اليسار هي في النهاية مصطلحات، نعرف من أين تنبع، وهل فعلا ذاته بهذا المعنى يمين ويسار موجود في السودان، ولا هذا كله عبارة عن كلام في كلام يعني، لكن قد لا تكون بهذه الصورة أصلا. لا نستطيع أن نقول بأنه والله كما كان الوضع في أوروبا هنالك يمين وهنالك يسار، المعالم واضحة لليسار، المعالم واضحة لليمين. أحيانا قد تكون هذه الأيديولوجيات إلى حد كبير تأخذ طابع المناكفات السياسية أكثر منها طابع الأيديولوجيا الحاكمة في المسارات وفي المواقف وفي السياسات. يعني أنه لاحظ أحيانا كثيرة جدا قوى اليسار تجدها متضامنة مع قوى اليمين، وقوى اليمين أحيانا تتحالف مع قوى اليمين، وهكذا يعني. فالمسألة ليست بهذه الصورة. أنا في تقديري نؤمن على أن والله السودان في هذه اللحظة التاريخية محتاج بالفعل إلى أن يستجمع قواه بكل أطيافها وبكل اتجاهاتها، وعلى أساس قاعدة وطنية ثابتة. يعني هي الإشكالية أصلا في يمين يسار هي إشكالية مرجعية، إشكالية مرجعية. هذه المرجعية بطبيعة الحال إن لم تحسم فمن العبث جدا أن نتكلم عن وفاق وطني. يعني إلا إذا اعتبرنا بأنه والله هذه المرجعيات في نهاية المطاف سنرتضي بأنه والله ننتقل جميعا إلى الانتخابات، ومن يختاره الشعب السوداني بأغلبية ساحقة هو الحزب الذي طرح رؤاه وطرح مرجعيته وطرح مصادر هذه المرجعية وطرح السياسات التفصيلية، وبالتالي نترك هذه لمرحلة على كل لاحقة. يمكن أن يكون هذا أحد الأوجه اللي تكون مقبولة بعض الشيء. فعموما نحن نقول بأن أهمية الوفاق الوطني في هذه المرحلة مهم جدا، وفي نفس الوقت طبعا تلاحظ الآن هم ما بين تخوف من قضية التدخل الخارجي، وفي نفس الوقت خوف من أن الخارج يسحب اليد. أن هذا الخارج ليس جمعيات خيرية، يعني كلنا ندرك بأن هذا الخارج الذي نسميه النظام الدولي هي بشكل أو آخر هو عبارة عن قوى الاحتلال الناعمة، هي التي قوة تهيمن على النظام الدولي، تهيمن على الآليات الحاكم في النظام الدولي، وبالتالي أيضا تسعى لتعزيز مصالحها وتعزيز أيضا وجودها في أي دولة من الدول. فهذه المسألة على كل تحتاج إلى أن تكون الصورة فيها واضحة، ما هي الحدود التي والله أنت ستتقبل فيها تعاون المجتمع الدولي معك، ولكن هذا لن يكون بطبيعة الحال في ظل التمزق في ظل التشتت. يعني من الصعب جدا أن تتكلم عن سيادة وطنية في ظل هذا النوع من الفسيفساء المختلفة جدا المتباينة جدا، التي تعطي بطبيعة الحال الفرصة للطرف الخارجي الذي نتكلم عنه باعتباره طرف يتدخل في سيادتنا، فإنه كما قال مارتن لوثر لا أحد يركب على ظهرك إن لم تكن منحنية. هذه مسألة ثابتة ومؤكدة. طيب دكتور، يعني بشكل خاص كيف وجدت هذه المبادرة، مبادرة الإعلان الوطني هذه، وهل هنالك اختلاف بينها وبقية المبادرات المطروحة في الساحة السياسية؟ للأسف الشديد أو يعني من الحالة اللي ممكن نقول مكررة، يعني كل ما ذكر في هذه المبادرة يكاد يكون طبق الأصل مع كثير من المبادرات التي سبقت. ربما بعضها تكون تمجد الجيش أكثر من اللازم وتعطيه ربما ولاية الأمر في هذه المرحلة، وهنالك قوة أخرى تريد أن تكون والله موضوع السيادة وموضوع الشرعية تكتسب من الشعب ولا تكتسب من القوات المسلحة. لكن لا أتصور بأن والله هنالك تباينات كبيرة في هذه المبادرات، تكاد تكون متشابهة إلى حد كبير. المبادرة تحدثت أنها يعني تسعى إلى تحقيق الوفاق الوطني أو الوفاق السياسي الوطني المنشود، هل تتوقع أن تنجح في هذا الاتجاه؟ هو على كل المطلب في ذاته جميل وممتاز، والكل يريد أن يكون والله هذا هو المطلب النهائي الذي يفترض أن تصل إليه الحالة السودانية. لكن هنالك قوى بطبيعة الحال تشعر بأن كلمة الوفاق الوطني هي محاولة، هكذا تقرأها مثلا بعض القوى، هي محاولة لإدماج القوى التي في نظرهم كانت جزء من النظام السابق وجزء من القوى يراد لها الإقصاء والإبعاد. وخلينا بصورة واضحة نكون مثلا قوى الحرية والتغيير التي أقصيت من السلطة، فهمها لأي محاولة للقبول بالمبادرات هو أنها تقصي كثير من ألوان الطيف السياسي ولا تريد مشارك في تلك الكعكة التي على كل احتكروها لمدة 3 سنوات. وبالتالي ما أتصور على كل أنه حتى هذه اللحظة أنه في الأفق هنالك ما
ما يوحي بأنه في مؤشرات لأن تلتئم. لكن خلينا نقول والله هذه المرحلة من الصعب جدا الإجماع فيها، والإجماع قد لا يتحقق بطبيعة الحال، وليس بلازم في المرحلة الانتقالية أيضا أن يكون في إجماع إلا على كليات. من الصعب جدا أن يكون في إجماع في التفاصيل، أن يكون في إجماع في البرامج، أن يكون في إجماع في السياسات، لكن يمكن أن يكون هنالك إجماع فيما يتعلق بالرؤى الكلية نحو للوصول إلى الهدف الكبير، بما يتلائم 80-75% من الشعب السوداني لو استطاع أن يتفق على شأن. أعتقد هذه مرحلة النسبة كافية جدا، وبالتالي يمكن أن تكون هنالك قوة رافضة بطبيعة الحال، وهذه طبيعي جدا أن يكون هذا الأمر موجود. طيب الإعلان دكتور طالب برفض الإملاءات الخارجية والمحافظة على وحدة الوطن، وطالب أيضا بتحقيق الانتقال السياسي وفق حكومة مدنية مستقلة. البعض يقول أن هذه هي نفس الرؤى التي يطرحها أو تطرحها الآلية الثلاثية، فلماذا الاختلاف؟ يعني لماذا إبعاد هذه الآلية في تشكيل هذا الاتجاه السياسي؟ على كل واضح يبدو هنالك تباينات يبدو لك كقوة سياسية فيما يتعلق بمن ستكون له المقبولية والشرعية لدى الجهة اللي في النهاية سموها الجهة اللي هي القائمين على الأمر وصناع القرار. الكل يسابق الآن في إرسال رسائل للجهة صاحبة الأمر، وصاحبة الأمر الآن معروفة هي القوات المسلحة بشكل أو آخر، أو مجلس السيادة على كل الذي يقود هذه المرحلة. فكل طرف يريد على كل أن ينطلق من زاوية من زوايا النظر يكون فيها هو المعبر عن متطلبات المرحلة الانتقالية. المبادرة أيضا أو الإعلان أيضا دعا إلى ضرورة اصطفاف وطن جامع في جبهة عريضة لقطاعات حية، لقطاعاتنا الحية حسب السياق، وقوانا السياسية والأهلية والمدنية التي تؤمن بقدسية السيادة وضرورة استكمال الانتقال الديمقراطي. كل القوى السياسية بلا استثناء ربما تتفق مع هذه المقولة. هل تتوقع أن يتم الاتصال بهذه القوى السياسية المختلفة وأن يتفقوا على الأقل في هذه الجزئية؟ هو الأصل أن يحدث ذلك، لكن أنا في تقديري يعني إذا ترك الأمر للقوى السياسية لوحدها في هذه المرحلة فإن القوى السياسية بطبيعتها قوة تنافسية. نعم. خصوصا إذا عدت الموضوع إلى الأيديولوجيا والاختلافات ذات الطابع الأيديولوجي، طبيعي جدا أن يكون والله هنالك تباين بين الإسلاميين وما بين قوى اليسار باتجاهاتهم المختلفة، هنالك تباين بين قوى الحرية نفسها ألف وباء، التباينات طبيعية في تقديري. لكن ليس هنالك في تقديري ما يمنع من الناحية العملية الوصول إلى هذه الفقرة على وجه التحديد في سبيل وضع القطار على السكة حتى نصل إلى الانتخابات التي تعطي على كلنا الفرصة لمن يحكم السودان في المرحلة أشرت إلى أن البيان تحدث أو هذا الإعلان تحدث على أنه سيتصل بالجهات الفاعلة والتي تصنع القرار. هو تحدث أيضا صراحة أنه سيتم تسليم هذه المسودة أو هذا الإعلان إلى مجلس السيادة والجهات المختصة، هكذا ساق البيان هذه النقطة. هل تتوقع أن يقبل مجلس السيادة هذا البيان، أن يلتقي بهم وأن يناقش معهم هذا البيان؟ هو طبيعي في تقديري أن يلتقي معهم بغض النظر عن المستوى الذي يتم فيه اللقاء. يعني أي قوة سياسية تحتشد في هذه المرحلة تخرج من دائرة الحالة الخاصة إلى دائرة الهم العام، تسعى إلى تنوع في عملية الاجتماع ما بين تيارات وطنية عادية، ما بين طرق صوفية، ما بين جماعات مدنية، ما بين أحزاب سياسية. هذه التكتلات بشكل عام أنا في تقديري المجلس السيادي من مصلحته أن يتجاوب معها ويستمع إليها بغض النظر بعد ذلك عن النتائج. فأنا فما أتصور أصلا أن يرفض المجلس السيادة، وإلا كأنما أنت توجد قطيعة مع مجتمعك وشعبك، وهذا ليس من مصلحة مجلس السيادة الذي هو حتى هذه اللحظة ليست له إلا شرعية القبول. يعني شرعية إن الناس والله تقبلك وتحاول أن تضعك في مقام السيادة في هذه المرحلة الانتقالية، وبالتالي أتصور أنهم سيتقبل. لكن التحدي الأكبر بالنسبة لمجلس السيادة إلى أي مدى يمتلك القدرة في تجميع كل هذه المبادرات وصياقة إخراج صياقة جديدة لهذه المبادرات حتى يجعل من كل هذه المبادرات يجمع نقاط الالتقاء ويحدد ويفرز كذلك نقاط الاختلاف، ثم يدير حولها بعد ذلك حوارا يستطيع أن يجمع فيه غالب أهل السودان. نعم. في خلال الفيديو الذي سمعناه للسيد المنا تحدث فيه صراحة على أنهم يعني لا يريدون أن يكون هنالك اتصال بين المجتمع الدولي منفرد لقوى اليمين أو قوى اليسار، هل هذا يعني أنهم قد يقبلوا الالتحاق بالمؤتمر التحضيري الذي تسعى له الآلية خلال الأيام القليلة القادمة؟ حتى هذه اللحظة خلينا نقول والله كل منصة من هذه المنصات محتاجة إلى طرف آخر يجمعها معه
يعني ما أتصور الآن هؤلاء سيذهبون إلى الآلية، لكن يفترض أن تكون هنالك منطقة وسطى على كل تلتقي فيها هذه الأطياف. وخلينا برضو نقول بأن هذه العبارات تحديدا تنسجم إلى حد كبير مع رؤية القوات المسلحة ومجلس السيادة تحديدا في موقفهم من المبعوث الدولي، المبعوث الأممي للسودان، والحديث عن تدخله السافر في الشأن السوداني. فعلى كل هذه المبادرة تحديدا فيما يتعلق بالرسائل السياسية التي بعثت بها إلى الخارج إلى حد كبير متماهية مع موقف القوات المسلحة ومتماهية مع موقف مجلس السيادة تحديدا. وهنا أيضا تكون ابتعدت بعض الشيء من الرباعية ومجموعة الحرية والتغيير التي تحاول دائما أن تستند إلى القرارات الدولية وإلى المجتمع الدولي في محاولة الضغط على الداخل. فأنت الآن كأنما يصور بأن هنالك قوة تستنجد بالخارج وهنالك قوة تحاول أن تدافع عن السيادة الوطنية، وهذه طبعا في إطار نفسية الشعوب التي يعني عندها حساسية من قضية التدخل الخارجي، وهذه طبيعة عادية في الشعوب الحرة، والشعب السوداني واحد من هذه الشعوب. فإن المناداة بمنطقة السيادة الوطنية ومنطقة التحرر إلى حد كبير يجد على كل استجابة من هذه الشعوب. دكتور، أشرت إلى أن هنالك انسجام ما بين هذا الإعلان والمؤسسة العسكرية ومجلس السيادة. ما الذي يمنع مجلس السيادة والاتجاه العسكري في البلاد في أن يتبنى هذه الرؤية ويمضي بتحقيق ما أشار له هذا الإعلام من تشكيل حكومة واختيار رئيس وزراء ونحو ذلك؟ هو عموما يقال أن الفاعل السياسي ليس لا يتحرك فقط في إطار القوى التي تؤيده وتناصره وتنادي بأطروحاته، بقدر ما أيضا يستصحب معه القوى المناوئة له. وأنا أتصور على كل مجلس السيادة في هذه المرحلة التاريخية يمر بمجموعة من الضغوط الداخلية والخارجية. داخليا هنالك قوى لها تأثيرها ولها وزنها ومستندة أيضا إلى قوى خارجية ضاغطة بطبيعة الحال، وهنالك قوى أيضا من الداخل أيضا محسوبة عليه وتريد أيضا أن تعزز دوره وتعزز وجوده. وبالتالي ليست المسألة بهذه البساطة التي يمكن أن نقول بأنه الله يختار فيها بين ألف وباء بكل بساطة. هو على كل في مرحلة يبدو لي يحتاج فيها إلى قياسات الرأي العام حتى يحدد إلى أي مدى هذه الحشود وهذه المجموعات التي تقدم مبادرات تستطيع أن تشكل حاضنة سياسية تكون موازية لقوى الضغط الخارجي، حتى يعني يستطيع أن يصمد أمام التحديات الخارجية من خلال التأييد الشعبي الداخلي. نعم دكتور، سنواصل الحديث في يعني مسودة هذا الإعلان والجهة التي وقعت عليه ونحو ذلك من مخرجات، ولكن نستأذنك معنا عبر الهاتف الدكتور طه الشيخ بابيكر، رئيس تيار الحفاظ على الهوية والوطن. مرحبا بك دكتور. مرحبا وسهلا دكتور. تم اليوم الإعلان الوطني لدعم السيادة، ما الجديد الذي يقدمه هذا الإعلان؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ العزيز، نحن الآن في السودان يعني منذ أن أغلق النظام السابق وجاء الله للثورة نعيش في معترك داخلي وخارجي. جاءت الثورة وكنا نعمل بحقق الحرية والسلام والعدالة، ولكن اختلت الموازين وكان الثورة لم تأتي. وجينا لأنه النظام السابق الذي شرنا عليه كان أفضل من النظام الذي خلقه. الأخبار السياسية ساخرة بشؤون الداخلية يجبنا أن يحدد لنا كيف نحكم، متى نحكم، يجبنا أن يحدد لنا من يحكمنا، يجبنا أن يجبنه حوارا على مزاجهم، على غربتهم، على نظامهم السياسية. نحن كسودانيين نريد شوارع السودانيين السودانيين ترفع، نريد ان يتحرر السودانيين فيما بينهم، الاحزاب السودانيه فيما بينها والتيارات السودانيه والجماعات السودانيه وكل الشعب السوداني شعب جاهل، شعب مثقف، شعب علم الشعوب طوارئ وعلم الشعوب نغل الحضارات. غزونا دول الخليج بالمعلمين وبالاطباء، غزونا حتى بريطانيا وايرلندا بالاطباء، الان اكثر الاطبائيين في بريطانيا في ايرلندا هم سودانيين، فكيف لهم الان ان يحدد
كان فيها مؤخر. الآن المشكلة اللي عندنا أن هنالك حوارا منذ بروكلر المعروف الأمريكي أن يحكموا فرق المريض وأن يفكروا كما يريد. نعم دكتور، دكتور البعض يتحدث الآن أن يعني ما هي القوى التي وقعت على هذا الإعلان وما حجمها في الشارع السوداني وفي القوى السياسية السودانية بشكل خاص؟ نعم اليوم وقع أكثر من 110 من الأحزاب والتيارات والجماعات والعلاج على هذا النشاط وتتوالى التوقيعات في الايام المقبله. كل الشعب السوداني الان يريد شرار سودانيه سودانيه. لا احد يريد شرار بولكر وبالذات الان بولكر الان بولكر ان يسقط الحريه وان يسقط الديمقراطيه التي يريدها في مكان اوروبا الغربيه التي لا تعرف الديمقراطيه اصلا. وادعو بالنظام الموريتاني ان يسقط الحريه هنالك في المغرب العربي في تونس. تآمروا على النظام الديمقراطي في تونس حيث حلوا مجلس الشعب التونسي حيث حلوا الحكومه ومجلس الرئاسه كان يغسلوا شيئا فليغسلوا في اهل بلاد المغرب العربي. احنا لا نعتقدوا ان السودان وكان الرحماني ليس منحازا ليس مستقلا انه منحاز الى احزاب معينه الى طائفه معينه الرجل يعني تاريخ او الشيوعي دكتور طه. دكتور طه دكتور طه هل تسمعني بوضوح؟ يعني ما هي ابرز الجهات التي وقعت على هذا الاعلان؟ ما هي ابرز الجهات التي وقعت على هذا الاعلان؟ دكتور طه هل تسمعني؟ كنت قد سالتك ما هي ابرز الجهات التي وقعت على هذا الاعلان اليوم بقاعه الصداقه؟ في البيان قلتم انكم ستسلمون هذه المسوده الى مجلس السياده. هل تم الاتصال بمجلس السياده؟ هل قابلتم مجلس السياده وتم تسليم هذه المسوده ام ماذا؟ نعم تم الاتصال بمجلس السياده وسترفع هذه التوقيعات في ربما الايام الى مجلس السياده. يعرف الشعب السوداني كان المقرر جدا منذ ثلاث ايام ان يجري المبعوث الاممي بولكر مؤتمرا صحفيا في قاعه الطبابه ويعلن فيه جراره واخذ ذلك جراره. نعم. ويعلن فيه ما يريد ولكنه في اخر اللحظات اوصي هذا المؤتمر الصحفي. كنا قد دعينا الى وقفه سياسيه غدا في قاعه الطبابه حتى لا نكون هذا الحوار ولكن الحرس الاهلي هو عارف ان الشعب لا يسمعه، عارف ان الشعب لا يقبل، عارف ان السودانيين لا يرضون بهذا. انا امركم امر غلاف الموقره قد يرجع للاخ امين عام الامم المتحده ان يسحب هذا الرجل من السودان، ان يسحب هذه الجلسه من السودان، لا نريدها. هؤلاء الغربيين عليهم ان يحققوا الديمقراطيه في بلادهم اولا حتى يحققوها عندنا. هم الان تداعوا وتفاقوا على ما يجري في اوكرانيا، لكنهم لم يتفاقوا على فلسطين، ولم يتفاقوا على العراق، ولم يتفاقوا على افغانستان، ولم يتفاقوا على سوريا، ولم يتفاقوا على مصر. نظام ديمقراطي ورئيس منطقه في مصر يخطب ويقول في الكلمه. لم يتفاقوا عليه ولم يتفاقوا عليه بالكلمه. دكتور طه اذا تمت دعوتكم من قبل الاليه الثلاثيه هل ستقبلوا بالذهاب الى المؤتمر التحضيري الذي اعلنت عنه الاليه؟ نعم
الآلية الثلاثية، نعم، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد. نحن أخلعين من حوار السودانية السودانية، لا نقبل ببوركر وبالنبال، لا مانع لنا ان نسمع لا مع الامم العربيه، لا مع الامم العربيه، لا مع منظمه الامم الاسلاميه، منظمه الاتحاد الافريقي، لا مانع لنا من ذلك. اما هؤلاء هم اعداؤنا، كيف نسمعهم لحوار؟ هؤلاء مخططون العرب من جميع السودان، كما دمروا سوريا، كما دمروا اليمن، كما دمروا العراق، كما دمروا افغانستان، يريدون ان يدمروا السودان. يريدون حل الجيش الشمالي، يريدون ان يؤمنوا حل الجيش الشمالي، ليس نخبيه. نعم. نعم. دعوة إلى أمين العرب المتحدة بسحب هذا الرجل من السودان. نعم دكتور، دكتور اخيرا، دكتور اخيرا، سبقكم العديد او سبقتكم العديد من القوى السياسيه بالاعلان عن مبادرات في هذا الاتجاه، اتجاه يعني حل هذه الازمه السياسيه، يعني اين اين يكمن الحل في تقديركم؟ الجماعات والتجارات كسودانيين بحق العداله وبحق الحريه وبحق البلاد من الامن والامان ونعيش كل السودانيين في هذا الوقت العطاء. نحن دول غنيه، نحن دول غنيه، نملك الذهب ونملك الطعام ونملك الغرام، ثم الان نريد ان نشر مواردنا، نريد ان نتحكم فيها ولكن لا نقبل. نحن نملك الشارع، نحن كسيارات الان وطنيه نملك الشارع، ونستطيع ان نغلب الطاقه على نتائج الورقه وشغل نحن. نعم. اما دعونا للمغادر نوصح سياسيه تم حتى المؤتمر الصحفي، ولكن تم دفعنا. دفعنا والغى المؤتمر الصحفي. فانت تجتمع غدا اعلاف الاعلاف تمنعوا الى هذا المؤتمر. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور الطاهر، دكتور طه الشيخ. نعم. وضحت الفكرة دكتور. نعم. شكرا جزيلا لك، وضحت الفكرة. شكرا جزيلا لك دكتور طه الشيخ بابكر، رئيس تيار الحفاظ على الهوية والوطن. دكتور حسن، يعني هذه النقاط التي أسارها يعني متحدثنا من الخرطوم، تحدث أنهم يعني سيرفضوا الذهاب الى الاليه، وممكن ان يذهبوا الى يعني يتعاونوا مع الاتحاد الافريقي، يتعاونوا مع الجامعه العربيه والى ذلك والجامعه الاسلاميه ونحو ذلك، ولكنهم لن يذهبوا للقاء التحضير الذي تدعو له الاليه الثلاثيه اذا كان فولكر جزء من هذه العمليه. على كل اذا كان المجموعه في مبادرتها خرجت بصورة واضحة بهذه الرؤية التي تكلم عنها طه الشيخ بابكر، أعتقد أنها قطيعة على كل مع المبادرة الأممية ومبعوثها، وأعتقد هذه يعني قد تشكل على كل مشكلة في تقدير، لأن حتى هذه اللحظة إذا لم يتم بصورة واضحة رفض هذه المبادرة الأممية من قبل السلطات السودانية رسميا ورفع اليد عنها، أعتقد أي محاولات للرفض قد لا تكون محل قبول، وقد تهمش القوى السياسية التي ترفض هذه الجهات، لأنه أنت الآن على كل السودان أدخل نفسه منذ أن تم استدعاء هذه البعثة الأممية، دخل على كل في نفق ليس من السهولة الخروج عنه في تقدير، لأنك أنت أدخلت نفسك الآن إما أن تتصادم مع النظام الدولي بقواه المختلفة وأدواته المختلفة، وأنت في الوقت الذي ترفضه تتمنى أيضا أن يتعاون معك، فهذه كلها على كل نقاط تحتاج في تقديري إلى مناقشة حقيقية حتى نستطيع أن نقول بأنه والله الموقف من هذه ليس ضغطا سياسيا أو ليس رفضا سياسيا، ولكن في حق الأمس سنتعامل أو القوى الرسمية ستتعامل. على كل كلها وارد جدا أنه والله المجلس السيادة في هذه اللحظة محتاج مع فوكلر مثلا إلى نوع من الضغط الشعبي وهذا الرفض حتى يحصل نوع من القبول ببعض المشاريع التي تريدها على كل يريدها من هو على رأس السلطة في هذه اللحظة. ممكن هذا الكلام يكون وارد، لكن لا أتصور على كل ما لم يتم الرفض القاطع لهذه المسألة رسميا ويتم مخاطبة الأمم المتحدة بذلك، ويبقى السؤال هل أيضا أنت بمقدورك ذلك؟ نعم. أيضا هذا يعني
فعلى كل إن إذا كان الصورة للذين عقدوا اليوم الإعلان الوطني لدعم السيادة والتحول الديمقراطي موقفهم بهذا الوضوح من أنهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من المعادلة، فأنت إذن أمام على كل تباينات داخلية، لأن هنالك قوة ستذهب بكليتها إلى هذه إلى منصة الثلاثية. نعم. وعندك الجبهة الثورية قد تكون واحدة من الجهات اللي على كل مباركة موضوع الثلاثية وذاهبة في هذا الاتجاه، وترى بأن اتفاقياتها أصلا محمية بهذا النوع من التدخلات الأممية، وبالتالي لن تكون في تقديري بغض النظر عن الصواب والخطأ في هذه المواقف، لكن من الناحية الواقعية أنا أتكلم من الناحية الواقعية ليست من السهولة القفز الآن على المنظومة الأممية. نعم دكتور، يعني أخيرا في هذا الجند كان هنالك مشاركة واضحة وأثارت عدد من التساؤلات أمام يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونحو ذلك من المتابعين للساحة السياسية، هي أن يكون الدكتور أو الشيخ محمد مصطفى عبد القادر جزء من هذا الإعلان، بل كان يجلس في الطاولة الرئيسية لهذا الإعلان. كيف وجدت هذه المشاركة أنت؟ على كل إن أنا مع احترامي وتقديري لأي شخص على كل إن تمت مشاركته في هذه المنصات، لكن وله بطبيعة الحال له أتباعه وأنصاره والمعجبين به، وكما أن له أيضا المخالفين والرافضين لطريقته وطروحاته، لكن في نهاية المطاف إذا كان والله أنت دعوت مستقلين ودعوت طرق صوفية ودعوت مشايخ على كل، أتصور أن مشاركة محمد مصطفى عبد القادر كانت في أتصور أنها كانت شخصية أكثر منها تعبر عن حالة رسمية للجماعات التي على أول الجماعة التي هو ينتسب إليها، لأن من يعرف على كل إن الجماعات السلفية عموما فيما يتعلق بالملفات السياسية الجهات التي تعبر عنها وتمثلها معروفة عموما، وليس منهم بطبيعة الحال محمد مصطفى عبد القادر ليس منهم، لكن أيضا لا نستطيع أن نقول أيضا ليس له وزنا سياسيا، يعني هو في نهاية المطاف له أتباعه والمعجبين به وكذا، وبالتالي إشراكه سيعطي على كل فكرة التنوع المراد بها في هذه المنصة نفسها. أنت تريد أن تقول التيارات السلفية موجودة والتيارات الصوفية موجودة وتيارات إسلامية أخرى أيضا موجودة، كما أن هنالك أحزاب ذات طابع وطني وأحزاب الأمة وغيرها أيضا موجودة، فعلى كل في هذا السياق أنا أعتقد طبيعي أن يعني يكون مثله موجود في هذه المنصة. طيب، في مستجدات المبادرة التي طرحتها الجبهة الثورية تحدث عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس أنهم يعني يسعوا إلى سحب السلطة من العسكر وتسليمها للمدنيين. البعض يتساءل أليست هذه الجبهة الثورية هي أيضا من العسكر؟ هل ستتنازل الجبهة الثورية من مقاعدها في مجلس السيادة لصالح مدنيين، أم ماذا يعني تسليم السلطة للمدنيين؟ هو طبعا الإخوة في الجبهة الثورية عندهم مشكلات كثيرة جدا فيما يتعلق بطريقة التعاطي في المرحلة الانتقالية. هم من جانب دخلوا إلى هذه المفاوضات باعتبارهم جزء من الحرية والتغيير، في البداية دخلوا باعتبارهم حالة مدنية، ولكنهم أثناء التفاوض آثروا أن يكون التفاوض ليس مع المؤسسة المدنية التي كانت تقود المرحلة الانتقالية، بل آثروا أن يكون التفاوض مع المؤسسة العسكرية والأمنية باعتبار أنهم حمل السلاح، وفي المرحلة الانتقالية موضوع السلام وقضايا الأمن محالة إلى من؟ محالة إلى المؤسسة العسكرية والأمنية. نعم. وبالتالي هم ما بين التطلعات نحو المدنية مع الحرية والتغيير، وما بين من وصلوا إليه كمكتسب على الأقل مع المؤسسة العسكرية وهي الضامن بطبيعة الحال للاتفاقية، وبقية الأطراف قد تكون متغير أكثر مما هي ضامن، هم على كل الآن يبدو بعد ما خرجت الحرية والتغيير ضعف نفوذهم المدني، يعني إذا اعتبروا أنهم التشكيلة بتاعتهم أو تركيبة الدم عندهم فيها على كل الهوى المدني وكذلك فيها المكتسب العسكري الذي نالوه من خلال اتفاقيات جوبا، فهنا يبدو كأنما شعروا بعد أن خرجت الحرية والتغيير من معادلة السلطة استفرد العسكر الآن عموما بهم، وهم يحتاجين إلى الكتلة المدنية حتى يحققوا التوازن المنشود، لأن يبدو الأفق المستقبلي الحركات المسلحة قد لا تريد أن ينتهي الأمر بهيمنة العسكر على الحياة السياسية،
يعني كل الذين قاتلوا تطلعاتهم بطبيعة الحال المدنية وما يرمون إليه يفترض أن يكون مدني، هذه كانت الصورة. فعلى كل الآن وهم انقسموا، لا تنسى الجبهة الثورية نفسها ما بين مجموعة الميثاق ومجموعة الآن الجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس، فهم الآن يسعون، يبدو الجناح الأول ما يرغب كثير في أن الحرية والتغيير القديمة تعود إلى المشهد، لكن جناح الهادي هو يرقى في الحرية والتغيير حتى توجد له التوازن الغائب الآن. طيب ما هو التوصيف المناسب للذين ينتمون إلى هذه الجبهة الثورية؟ هل هم عسكريين أم مدنيين؟ هو لو نظرت إليهم كحركات مسلحة ستقول بأنهم عسكر إذا نظرت إليهم، لكن عموما وصف العسكر في الحالة السودانية من الصعب أن تصف به من ليس جزءا من المؤسسات الرسمية. فحملت السلاح أنفسهم سيقولون لك نحن حملنا السلاح لأهداف سياسية ومطالب سياسية، وبالتالي نحن لا نختلف مع من يطالبون بمدنية الدولة السودانية. فهم من هذه الزاوية يصنفون بأنهم أقرب إلى المدنيين، وربما يجدون أيضا أنفسهم مع الحالة المدنية أكثر ما يجدون أنفسهم مع العسكر. طيب الهادي إدريس أيضا تحدث أن يعني يسعون إلى في المبادرة بتاعتهم أن تكون بشكل مختلف وجديد، يحفظ لكل طرف مهامه بشكل خاص دون أن يتسلط طرف آخر عليها. يعني هذا ربما يتبادر إلى الذهن بشكل سريع، من الذي كان يتسلط على مهام الآخر؟ يعني هل كانت قوى الحرية والتغيير التي عرفت وقتها بأربعة طويلة هي التي تتسلط على يعني على مهام مجلس السيادة الطرف العسكري منهم أم العكس؟ هو على كل طبعا صاحب التصريح يفترض أن تكون له أو من يمتلك التفسير. نعم. يعني نحن الآن من الصعب أن نقول والله مقصوده كذا حتى لا نحمله أو نقوله ما لم يقل، لكن خلينا نقول هو في نهاية المطاف يطلق رأيا سياسيا قد يكون وسطا يفهمه كل طرف من زاويته. يعني المدنيين سيعتبرون أن هذا التصريح يخدم أجندتهم، والعسكر أيضا سيقولون بأن والله المجموعة التي تسلطت هي المدنيين. ثم بعد ذلك عندما يأتي على كلنا يأتي الناس للتفاوض ستظهر حقيقة أين كانت، افترض يكون في تقييم للمرحلة السابقة، من الذي سطع على الآخر، من الذي جير مثلا الحالة الدستورية أو الوثيقة الدستورية لصالحه، لأنه درجت على كل الفترة الثلاث سنوات المجموعة المدنية تتهم العسكر بالسطو، والعسكر يتهمون بأن هذه المجموعة سطت على الدولة وعلى الحياة السياسية. فعلى كل طرف يبدو لا، لكن ايش رؤيه حقيقه الاخوه في الجبهه الثوريه في هذه المساله؟ لا اعرف ايش رايهم. طيب الجبهه الثوريه ايضا على لسان رئيسها الهادي قالت انها تسعى الى شراكه تحدد دور ومهام المؤسسه العسكريه والقوى المدنيه واختصاصاتها خلال المرحله الانتقاليه. البعض يقول ان يعني الوثيقه الدستوريه التي عدلت من قبل القوى السياسيه او المدنيه التي كانت جزء من السلطه احتفظت ونصت بشكل صريح ما هي مهام المؤسسه العسكريه وما هي مهام القوى المدنيه، ومع ذلك تم التقول على مهام البعض من كلا الاطراف. يعني ما الذي يضمن خلال المرحله هذه، ما الذي يضمن ان يحتفظ كل شخص بمهامه دون ان يتدخل في مهام الاخر؟ وعلى كل ما لم يكن هنالك فك ارتباط واضح المعالم بين مهام الكتل السياسية والمؤسسة العسكرية، سنعيد نفس الدوار. ما دام أدخلت المؤسسة العسكرية اللي هي يفترض أن تكون مؤسسة ذات طابع قومي وليس ذات طابع سياسي، يعني أنت مجرد ما أشركت المؤسسة العسكرية، كان واحدة من العيوب الكبيرة خلال الفترة الماضية أنه والله السهام التي كانت توجه إلى الحرية والتغيير ككتل سياسية كانت أيضا توجه القوات المسلحة باعتبار أنها شريكة في ذلك. النقطة الثانية من العيوب أيضا أنه والله المرحلة الانتقالية توجد فيها حاضنة سياسية وتسلم الحياة السياسية كلها لكتلة منصوص عليها في الدستور، وهذه معيبة من ناحية دستورية، معيبة جدا أنه والله الحياة السياسية في إطار الدستور. يعني هذه عرفت مثلا في الأحزاب الشمولية الكبيرة في ذات طابع القوم، مثلا جمهورية مثلا سوريا في عهد الأسد الأب والأسد الابن كان واضح أنه والله حزب البعث العربي مثلا هو الذي يوجه الحياة السياسية. فأنت عندما تكون هنالك كتلة سياسية بحكم الدستور منصوص بأنه هي من وجه الحياة السياسية، فأنت أوجدت بشكل أو آخر نظاما شموليا في البلاد، وبالتالي فصل المسارات هو أن تكون والله القوة السياسية تذهب الآن إلى الشارع لا إلى مؤسسات الدولة.
تذهب لمخاطبة الرأي العام، تذهب ببرامجها إلى مخاطبة المواطن السوداني، ومهمتها فقط ضبط البوصلة الكلية وليس الدخول في تفاصيل دولاب الدولة. المؤسسة العسكرية نفس الشيء، تبتعد من الدخول في تفاصيل المؤسسة التنفيذية لتكون مهامها مهام ذات طابع سيادي وترعى ما يتم الاتفاق عليه دون أن تكون أيضا جزء من معمعة هذه المرحلة الانتقالية. وبالتالي المرحلة الانتقالية أفضل ما يمكن أن توصف به هو الاستقلالية، وأن يكون هنالك من يتقدم لهذه المرحلة ليس موصوفا بأنه مسيس بقدر ما موصوف بأنه والله تكنوقراط أو مجموعة كفاءات هم الذين يناط بهم قيادة المرحلة الانتقالية. ما لم يذهبوا في هذا الاتجاه أنا أعتقد الجبهة الثورية كأنما تريد إعادة حركة التاريخ، يعني تريد من جديد أن تعيدنا إلى مرحلة ما قبل 25 أكتوبر اللي هي شكل الشراكة اللي كان موجود، احتكار الحياة السياسية لمجموعة كانت موجودة، وبالتالي السطو سيكون موجود، الصراع على السلطة سيكون موجود، المنافسة على أجهزة الدولة سيكون موجود، التمكين والتمكين المضاد سيكون موجود. وبالتالي أنا في تقديري إذا كانوا ينحون هذا المنحى فأعتقد أنهم من الصعب جدا أن تجد على كل رؤاهم القبول في هذه المرحلة. نعم دكتور، أيضا كان هنالك تصريح لخالد شاويش القيادي بالجبهة الثورية والأمين السياسي لها، تحدث أنهم يعني التقوا بالآلية الثلاثية، وأن الآلية الثلاثية قدمت بعض المقترحات في معالجة الأمر، من بينها تهيئة المناخ ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلقاء القوانين المقيدة للحريات. وقال أيضا أن يعني الحكومة مضت في اتجاه تقبل النص باستجابتها في ذات الصمت. هل نتوقع أن يكون هذا اللقاء أو هذا الترتيب التحضيري يعني مدخل لتشكيل الحكومة القادمة؟ هو على كل والمجموعة الجبهة ومنهم شاويش يبدو لي لا زالوا متشبثين بنفس اتفاقية جوبا والمسارات، يعني من خلال التصريح على كل الذي طلعت عليه متشبثين بنفس الآلية القديمة وبنفس المسارات القديمة، على أننا لا ننسى بأن هنالك صراع في هذا الاتجاه، وهنالك ربما أيضا آليات تعمل الآن لفك الاشتباك في هذه المسارات وإيجاد ربما مسارات جديدة، وقد تكون هنالك منصات جديدة، وخاصة فيما يتعلق بشرق السودان هنالك ملف يعني أمور مفتوحة حتى هذه اللحظة لم تنتهي بعد. وبالتالي يعني الحديث في تقديري من الإخوة في الجبهة الثورية بنفس المنطق القديم واضح على كل في لهجتهم، وليس هنالك شيئا جديدا ممكن لمسه او لمسته في التصريح. يعني نعم دكتور، يعني في جندنا الأخير لهذا اليوم جددت المسؤولة الأمريكية مولي فيه في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم السودان حال تحقيق التوافق واستكمال عملية الانتقال السياسي. يعني هل هذا يصب في السياسة الأمريكية الواضحة والقديمة والتي تعتمد على الجزر والعصا، أم كيف نفسر هذا التصريح؟ على كل إن أنا طبعا عندي رأي يعني فيما يتعلق بوضع أمريكا حاليا في ظل الصراع العالمي الموجود، وإلى أي مدى وما هي المساحة التي يحتلها السودان في اهتمامات صانع القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. علينا أن ندرك في هذه اللحظة التاريخية أمريكا مشغولة بملفات أكبر بكثير، يعني حتى فيما يتعلق بالمنطقة التي نحن فيها اللي هي منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، اعتقد بأن الولايات المتحدة الآن هي تخفف أعباءها وتخفف عملية التفكير وتحيل جزء كبير جدا من الملفات إلى قوة إقليمية في هذه المنطقة لتتفرق للصراع الأكبر مع الصين ومع روسيا، وخصوصا الآن في ظل الحرب التي تستنزف جزء كبير جدا من موارد أوروبا وموارد كذلك الولايات المتحدة. اعتقد خلينا نكون صريحين بأن والله اهتمامها بالملفات الأفريقية ومنها الملف السوداني قد لا يكون بتلك الأولوية وبذاك الاهتمام أو لا بد أن، وبالتالي كثيرا ما يكون هذه التصريحات على هامش أوقات المسؤولين، يعني ليست في صلب اهتماماتهم. ولا أتصور بأنه والله الملف السوداني الآن محتل في طاولة مثلا صانع القرار على رأس لا. وبالتالي هنا إذا أراد صانع القرار السياسي في السودان بكل اتجاهاتهم سواء كان حكومة أو معارضة أن يتم الالتفات إليهم، أنا في تقديري محتاجين إلى أن يرحموا أنفسهم أولا ويرحموا شعبهم ويحاولوا أن يشكلوا حالة داخلية قوية تجعل الآخر يلتفت إليهم. ولكن في تقديري إذا لم يكن ذلك فإن أي محاولة لإطالة هذه المعمعة الجارية في السودان حتى تعود إليهم الولايات المتحدة قد يكون هذه رغبة أمريكية. نعم يعني هم
أن تحسم الحالة في السودان في ظل هذا الوضع قد يكون بالنسبة لهم مشكلة، فقد يكون مسألة إطالة الزمن والتسويف فيها حتى يتفرقوا من ملفاتهم الكبرى والعودة إلينا مرة أخرى، قد يكون هذه واحدة من الاستراتيجيات الأمريكية. عموما خلينا نقول الإدارة الأمريكية منذ البداية هنالك ثوابت فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، وهو من البداية هم كانوا يطالبون بقضية العودة إلى التوافق السياسي، العودة إلى حكومة مدنية، العودة إلى حتى يفتح النوافذ الاقتصادية والدعومات، أيضا تحتاج إلى أن لا يكون التعامل مع العسكر. هذه كانت من البداية على كتصريحات، لكن تعودنا أيضا في الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بملفات المنطقة أنها تصرح بشيء وتحت الطاولة عندها أيضا أجندات أخرى. طيب دعنا نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعنا عبر الهاتف الدكتور مجاهد إبراهيم عباس الناشط السياسي والحقوقي. دكتور مرحب بك. دكتور ضيفنا في الاستوديو يعتقد أن الملف السوداني ليس في أولوية الملفات التي توجد الآن على طاولة صانع القرار الأمريكي. كيف ترى أنت الملف السوداني الآن في الولايات المتحدة الأمريكية؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله، مرحب بك وبضيفك الكريم. أنا أقول إنه الملف السوداني هو ملف قابل إلى خلينا نقول التفريز، لأنه أيضا الملف السوداني هو مهم ولكن لا يشكل أهمية الآن. لماذا؟ لأنه خلينا نضع دائما النقاط فوق الحروف. أنا حقيقة كنت معجب بما قاله ضيفك يعني. نعم. الأمريكان يطرحون قضاياهم ولكن يطرحونها بسياسة نفس طويل. هم يعتقدون أن مجرد التلويح والإشارة بقضاياهم يكفي، أنهم لا يحتاجون إلى أكثر من توضيح المواقف. ولكن هنالك سؤال جوهري هنا، يعني أتمنى حتى ضيفك يتناول لاحقا. حقيقة ما هي المساعدات الأمريكية التي تقدم للسودان؟ يعني هذا السؤال الذي لم يستطع أحد أن يجاوب عنه حتى هذه اللحظة. نحن نتحدث عن المساعدات الأمريكية، ليس هنالك مساعدات أمريكية. آخر مساعدات أمريكية جاءت إلى السودان جاءت في إطار الصفقة الإبراهيمية، يعني في إطار صفقة التطبيق. لماذا؟ لأنه بالنسبة لأمريكا السودان يشكل أولوية في ناحية واحدة، في ناحية وضعه وفي ناحية أن يكون تابع إلى خلينا نقول المظلة الأمريكية. ولكن السودان نفسه كشعب كاقتصاد كدولة كإناء، أنا دائما أقول هذا الأمر وأتمنى أنك تسمع مني في دقيقة. أتمنى منك أنت وضيفك أن تغلقوا عينيكم، يعني أن تغلقوا عينيكم وضيوفكم الكرام في القناة ومشاهدينكم أن يغفلوا عينيكم ويسألوا هذا السؤال البسيط: هل أمريكا ترقب في قيام دولة ذات اقتصاد وذات سيادة ودولة ذات صوت إقليمي وصوت دولي بعد ذلك؟ هل حقيقة هذه هي رقبة أمريكا في صناعة مثل هذه الدولة التي تأتي بمواقف المنفصلة بثقافات مختلفة؟ الجواب لا. وبالتالي أي حديث يظل هو في خانة خلينا نتعامل معه، خانة العصا القليظة التي تمارسها أمريكا على الشعوب العالم بصفة عامة. أنا أعتقد أنه نحن علينا أولا كسودانيين أن نجلس مع أنفسنا، أن نتوافق على ممسكات الدولة السودانية، أن نضع نحن ثوابتنا وأن نبحث بعد ذلك نحن عن تشاركيات مع الدول الأخرى. ولكن على السودان أن يتخلص من هذه العقلية والذهنية التي تقول أن السودان حله كله في أمريكا. أمريكا لا تملك للسودان شيئا، إلا يملك الشعب السوداني نفسه الشيء الذي يجب أن يكون. دكتور، يعني اليوم كان هنالك اتصال هاتفي بين مولفي ورئيس مجلس السيادة. إذا أردنا أن نتحدث بشكل مباشر، ما الذي تريده واشنطن من الخرطوم أو تحديدا من رئيس مجلس السيادة؟ طيب إذا أحد التسمية عضو الحزب الأستاذ مولفي هي تعتبر من الأصوات الناعمة في الإدارة الأمريكية. هذه الشخصية يعني أنا أعتقد أنها ليست من الصغور أولا، وتم الإتابة للإدارة الأفريقية لهذا. يعني كثير من الناس لا تعلم أن مولفي هي مساعدة الشؤون الخارجية في الإدارة الأفريقية تحديدا. مولفي اليوم عندما اتصلوا بالبرهان يريدون عشية اللقاء بتاع الآلية الثلاثية أن يوارسوا ضغط وضغط ناعم. ما تريده أمريكا تحديدا من السودان الآن الآتي: أنه السودان يقدم كل الأجوبة اللازمة لأمريكا بدون أن تفعل أمريكا شيء للسودان. بمعنى الحق الذي يتحدث عنه، من منا في السودان ليس مع التغيير
أو الانتقال إلى ديمقراطية كاملة وسلام. ولكن هل هذا الأمر يتم بالأدوات الأمريكية أم بالأدوات السودانية؟ أمريكا تضارب هذا الطلب وكأنه هذا هو الطلب الرئيسي. أنا توقعت وكنت أقول هذا الكلام، هل اتصلت الليلة مولفي كمسؤولة في الإدارة الأفريقية عن مشاكل السودان الاقتصادية التي في مجملها نابعة من عدم تطبيق أمريكا وغيرها إلى اتفاقية الحبك مثلا، اتفاقية مساعدة الدول الدول المثقلة بالديون، لم تناقش ذلك، لم تناقش فرص استثمارية لأمريكا داخل السودان، لم تناقش عن إنعاش اقتصادي أو برنامج مارشال لمنقول اقتصادي للسودان، لم تناقش كل ذلك، كل الذي قالته الأوامر الأمريكية المستدامة التي تحدث عنها ضيفة، فإننا نريد منكم ذلك ونريد منكم ذلك. ظلت أمريكا تطالب السودان بأنه يقدم كل هذه الأشياء، ولم تفعل أمريكا شيء واحد في اتجاه مطالب السودان بأنه يعيش لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستويات الأخرى. أمريكا بيدها كانت إذا أرادت أن تكون لديها صوت ولديها حضور في السودان حقيقي يقبل الشعب السوداني، أن تبادر أمريكا بأن تدخل في شراكة اقتصادية كبرى مع السودان. السودان يمتلك كثير من الموارد، السودان يمكن أن يكون أيضا زي ما بقوله سوق، وممكن السودان أيضا أن يكون منتج بمستوى عالي ليس فقط للسودان لكن لأفريقيا كلها، ويذهب بكل مشاكل القارة. ولكن أمريكا غير لا تريد من السودان إلا أن تمارس عليه الأستاذية وتمارس عليه الوصاية. ولذلك أعتقد أن على السودان أن لا ينظر أن لا يستمع لأمريكا، على السودان أن يستمع للصوت السوداني. أنا أقول أن الحل هو سوداني سوداني، وأتمنى أيضا أن لا يستمع مجلس السيادة والآخرين إلى التوصيات التي ذكرتها أمريكا اليوم. أعتقد أن الآن من الأفضل لهاف فولكر والجلوس كسودانيين بدلا أن نقبل إملاءات جديدة من أمريكا. نعم، شكرا جزيلا دكتور مجاهد عباس الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا عبر الاتصال من الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور، يعني هذا الاستفهام الذي طرحه ضيفنا عبر الهاتف نريد أن نقوله إليك. الرجل تحدث بمنتهى الوضوح، قال لك ما هي المساعدات الأمريكية أصلا التي كانت تقدمها للسودان وتوقفت عنها. والله أنا منذ البداية هذا رأيي أصلا، أن والله أمريكا لا تقدم شيء، وأمريكا لا تحل أزمة بقدر ما أمريكا تدير الأزمات وتحاول أن تستثمر فيها. أمريكا لا تريد دولة قوية في المنطقة العربية، تعك من السودان الذي لا زال في تقدير الولايات المتحدة وكثير من الاتجاهات أن ما يمكن أن نسميه بالدولة العميقة أو الاتجاهات المتمركزة فيها الحركة الإسلامية بكل أطيافها على كل، ويدركون تماما بأن الثلاث سنوات الماضية أيضا أعطتهم بأن الرهان على القوة التي كانت تشكل بالنسبة لهم رهان عندما يطاح بالنظام السابق، أدركوا بأن هذه القوة لا تمتلك إمكانية تحريك السودان وحل مشكلاته السياسية. وبالتالي يبدو الآن أنا تعزز عندي تماما بأن المشكل بالنسبة للسودان حاليا أعمق مما كان عليه في الفترات السابقة، وسينظر إليه الآن بأن والله كيف على كل يعني تكون هذه الدولة كما تفضل الأخ مجاهد، كيف تستطيع أن تذهب في ركاب الولايات المتحدة وتحت مظلتها. لكن ما نلاحظه الآن عمليا مثلا في اللحظة التي تبدأ فيها حرب أوكرانيا، نائب رئيس مجلس السيادة فجأة نلقاه نزل وين؟ قال نزل في روسيا. فأنت أيضا هذه خليها في البال، الإدارة الأمريكية لا يمكن هذه التصرفات أن تكون بالنسبة لها تمر هكذا. فأنا في رأيي أمريكا ليست لها مساعدات ولا تريد أن تعين أصلا، وحتى في فترة حمدوك كما ذكر الأخ مجاهد كل ما قدم هو عبارة عن فتات وعبارة عن أشياء كانت لتمرير الصفقة في فترة عهد ترامب ومرت على كل، ولكن لم يستفيد السودان تلك الاستفادة. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في مساعدة الشعب السوداني ومساعدة الحكومة السودانية في المرحلة الانتقالية، اعتقد لساعدتهم بشكل كبير على ما يتعلق بما يمس المواطن. هي تدرك الآن هنالك انهيار في العملة، هنالك معاناة شعبية، وتسمع وتعرف التقارير، ومع ذلك ما فعلت شيء في هذا الاتجاه. وبالتالي قضية الالتفات أو المراهنة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لحل المشكلة السودانية، هذا نوع من الوهم ونوع من بيع السراب للشعب السوداني حتى نكون على بينة من أمرنا. طيب أخيرا، يعني الدكتور مجاهد تحدث بشكل واضح أكثر وضوحا، يعني قال أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من السودان أن يجاوب على الأسئلة أو الاستفهامات التي تريدها دون أن تدفع مقابل، في إشارة إلى ما قاله وزير الخارجية الأسبق كاسينجر: نحن لا ندفع ثمن ما يهدى لنا. بماذا تعلق؟ متفق معه تماما.
هي الولايات المتحدة هكذا، كلما انبطحت كلما زادتك انبطاحا، يعني هي لا تحاول أصلا أن تعينك وترفع من شأنك وتساعدك كشريك، لأن منطق الشراكة عند الولايات المتحدة غير وارد. أن تتعامل مع شعوبنا في المنطقة وحكوماتنا، حتى الحكومات المقربة، الحكومات اللي بتدفع صح، يعني خليك الحكومات اللي ترجو منها، الحكومات اللي تدفع صح بشكل كبير وربما رهنت مواردها عند الخزائن الأمريكية، كيف يتم التعامل معها؟ نحن نرى الآن منطقة التعامل ليس منطق شراكة بقدر ما هو منطق الهيمنة والنفوذ والسطوة، وربما يتجاوز ذلك إلى حتى حالة الإساءة إلى هذه الشعوب إلى هذه الحكومات. وبالتالي على كل أن لا أتصور الإدارة الأمريكية وحتى صانع القرار في الخرطوم قد يكون له القدرة على المناورة، لكن مدرك تماما هذه الملفات اللي نحن نتكلم فيها الآن في مثل هذه الاستوديوهات. أعتقد من هو على رأس السلطة يدرك تماما، ولكنه قد لا يريد الآن أن يكون في عاصفة الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال، ويتعامل معها بمنطق المماطلة والأخذ والرد. لكن هو أيضا أعتقد صانع القرار في الخرطوم يعرف تماما أن الولايات المتحدة ليست حريصة، وإلا لا ما كان في مثل هذه الأجواء أن يسمح لنائب رئيس مجلس السيادة أن يذهب إلى روسيا في لحظة ستحسب فيها تقريبا هذه الأمور بشكل حاد وشكل حاسم بالنسبة للإدارة الأمريكية. شكرا جزيلا لك دكتور حسن. شكرا جزيلا. بهذا مشاهدينا الكرام في كل مكان نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد السوداني. شكرا لضيفنا داخل الأستوديو دكتور حسن سلمان الباحث في الشأن الأفريقي والمحلل السياسي. ختاما هاكم تحياتي والفريق العامل في أمان الله. شكرا.